Thank you أهلا بكم قرار التدخل في بعض الحالات المرضية ده قرار له أحيانا مقاييس تختلف من ست لست يعني مثلا لما يكون في ورم ليفي والورم الليفي ده بيؤثر على تأخر الإنجاب أو يؤدي أو في تأخر إنجاب مع وجود هذا الورم الليفي التدخل أو التعامل مع الورم الليفي هنا يختلف أعتقد عن قرار التدخل لما يكون الورم الليفي جاي في ست عندها خمسين سنة انتهت فرصها في الانجاب وصلت الى سن ما فيهوش فرصة انجاب وبالتالي القرار هيكون اكيد ربما يكون مختلف. الكلام ده برضه ينطبق على الاكياس على المبيض. كيس على المبيض ده شيء مختلف والتدخل فيه هل في رغبة في الانجاب؟ هل انتهت الرغبة في الانجاب والعيلة تمام الست عندها ثلاث اولاد مثلا ومش عايزه تخلف تاني بس في كيس على المبيض لهم مشاكل ولهم مضاعفات فتدخل فيه هيكون اكيد ببروتوكول وباسلوب يختلف عما لو كان هذا الكيس في حاله فيها تاخر انجاب. عايز اقول يعني انه لازم يكون في تحديد انت مع انهي ست؟ مع ست ترغب في الانجاب ولا مع ست لا ترغب في الانجاب عندما يكون قرارك في التدخل في بعض الحالات الجراحيه. النهارده الحوار هيكون في هذا الجانب توقيت التدخلات ونوعها في حالات قد تكون عندها تاخر انجاب او تكون العيله منتهيه قصص مثيره ومهمه مع واحد من نجوم عالم تاخر الانجاب واسم قدير وبارز بسعد بالحوار والنقاش العلمي معاه لانه دايما حوار بيتسم بالشرح التفصيلي الرقي والذكاء ضيفي العزيز على الاعمال القديرة الاستاذ الدكتور محمد فوزي نجاهد استشاري الحقل منجاري واطفال الانابيب بمراكز دار الطب العريقة الحقل منجاري ومستشفى الابتسامة واحدة فروع دار الطب اهلا بيك دكتور اهلا بيك يا دكتور منورني وسعيد جدا بهذه الزيارة هبدا معاك بقصص مثيرة اول هذه القصص لست عندها 50 سنة عندها اورام ليفية قريبة من الرحم حجمها كبير استئصال الرحم هنا كما تقول خطر عليها لغاية هرموناتها طيب خلينا نتكلم عن الأورام اللي فيها الأول بسرعة عامة وبعد كده نفصل الإجابة على هذه السيدة هو الورم الليفي هو واخد اسمه مغلوط أو بتهرع كثير من السيدات إن هي تروح تشيل الورم الليفي علشان اسمه علشان ده ورم وكلمة ورم دائما مرتبطة عندنا بأنه هو مرض مش حلو او هيكون تبعاته مش حلو بس هو الورم اللي فيه هو تكتل في عضله الرحب يعني ليس ورم بالمعنى المتعارف عليه حاجه حميده بالظبط حميد وليس ولا خبيث ولا يتحول الى شيء خبيث ولا يتحول بالوقت الى شيء خبيث وليس له اي اضرار ولا يجب ان يزال الا اذا كان مصاحب له اعراض اخرى يعني احنا مش بنشيل الورم الليفي علشان هو ورم ليفي احنا هنشيل الورم اللي فيه لسيده لو كان ده مأثر عليها كانجاب لو كان عامل لها نزيف شديد بدات تدخل في مراحل انيميا لا تستجيب للعلاج الدوائي لو كان هو كبير جدا وعامل ضغط على عضو مجاور ليه على حالب على المثانه على قولون فعامل اعراض اخرى لعضو اخر فهيزال الورم اللي فيه ده علشان الاعراض اللي مسببه ولكن ترك ورم ليفي غير مؤثر على اي شيء لن يتحول في يوم من الايام لمرض وحش وعلشان كده احنا في دار الطب تقريبا من كل ثلاثين سيده عندهم ورم ليفي واحده منهم بنقولها انت هتحتاج تشيل الورم الليفي فلا يجب ان احنا نتسرع في قرار دخول عمليات لسيده عندها ورم ليفي لمجرد ان عندها ورم ليفي لان زي ما بقول 90% في منهم بيكتشف بالصدفه وليس له اعراض وليس له اضرار ولن يتحول الى شيء سيء في المستقبل فدخولها عمليات وانها تاخد بنج وتفتح بطنها عمليه قد يكون ليها بعض الاضرار او الاثار الجانبيه او المضاعفات زي اي عمليه جراحيه فيجب ان نتجنب ده لو ما كانش له داعي لو كانت السيده اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي مثلا عندها خمسين سنه الورم اللي فيه اكتشفته بالصدفه تعبت لاي سبب اخر وراحت تعمل اشعه او سونار او اشعه مقطعيه وقالوا لها ده انت عندك ورم ليفي على الرحم فهي خايفه مع السن الكبير ان يكون الورم الليفي ده حاجه وحشه فلا هو مش هيتحول لشيء سيء ولن يسبب لها اي شيء فما تشيلش الورم الليفي ولا تشيل مع الرحم طب لو كان ده حجمه كبير او مؤثر على بطانه الرحم بطريقه معينه فعامل نزيف مهبلي شديد لشهور متعدده ما بيستجبش للعلاج الدوائي اللي هو الخطوه الاولى اللي احنا هنجربها الاول للعلاج الدوائي لو استجاب لي مش هندخل اوضه العمليات لو ما بتستجبش لده وهنضطر نشيل الورم اللي فيه وهم قالوا لها ان حجمه كبير وبالمره لو احنا شايلينه بدل ما تبقى العمليه اطول او اصعب او يفضل النزيف المهبلي ده بعد كده فنشيل معاه الرحم وهي عندها 50 سنه فاحنا بطبيعه الحال مش بنبحث عن حمل فده لن يؤثر عليها مستقبلا في اي شيء يعني الرحم هو وظيفته الوحيده الحمل فلو كانت هذه السيده لن تبحث عن حمل في يوم من الايام بطبيعه السن او بطبيعه اي شيء اخر فشيل الورم اللي فيه او شيل الرحم ككل مش هيأثر على هرموناتها بأي طريقة ما لن يؤثر على يعني هو المفترض في سن الخمسين غالبا توقفت الدورة أو غالبا توقفت هرمونات التبويض عند السيدة فإن كانت أعراض انقطاع الطمث عند السيدة دي بدأت بالفعل فده لن يغير شيء ولكن شيل الرحم عند اي سيده ايا كان سنها لو احنا تركنا المبيضين فده لن يؤثر عليها باي اعراض ولن تحتاج الى علاج تكميلي بعد كده سواء في فيتامينات او كالسيوم او اي حاجه علشان تعوض الاثار اللي هتحصل لو الهرمونات انقطعت ده لسيده شالت مبيض لو السيده شالت المبيضين هنحتاج العلاجات دي علشان نعوض هرمونات معينه بس لو شلنا الرحم لسيده وتركنا المبيضين فده لن يؤثر عليها في اي شيء اخر طالما كان إزالة الرحم أو الورم اللي في هنا هو لتجنب أعراض أخرى الحالة الثانية عندها أكياس على المبيض بس مم. عندها تأخر إنجاب عشر سنوات متجوزة من عشر سنوات وما حصلش حبل الوضع كده شكله مختلف يعني خلينا نقول القاعدة العامة برضه هو مش كل كيس على المبيض هيحتاج ان هو يذال او ان احنا ندخل اوضه العمليات علشان نفتح بطنها وعلشان نشيله سواء بمنظار بطن او فتح البطن علشان نشيل كيس من على المبيض اكياس المبيض فيها اكياس كتير كيس وظيفي مم. وده كيس بيظهر ويختفي ولا يؤثر على شيء قد يكون الكيس ده كيس دموي او كيس بطانة رحم مهاجره وعلى عكس المتوقع برضو مش دايما كيس بطانه الرحم المهاجره هيكون استئصاله مفيد للحاله وهنرجع تاني نقول يعني المدرسه الاساسيه عندنا في دار الطب ان تجنب دخول العمليات لاي اجراء جراحي طالما هنقدر نتجنبه هيكون افضل بل بالعكس في الاكياس الدمويه على المبيض دخول اوضه العمليات علشان نشيل كيس دموي من على المبيض لو انا ما جربتش العلاج الدوائي الاول او هو مش مسبب اي اعراض الام شديده في الحوض فانا دخول العمليات علشان اشيل الكيس ده بطبيعه الحال وبالضروره انا لازم هستاصل معاه جزء من المبيض وده هيؤثر بالسلب على خصوبه السيده وعلى مخزون او كفاءه المبيض فيما بعد وعلى العكس استئصال الكيس الدموي ده غالبا 90% هيرجع يظهر تاني لان انا استئصلت الكيس ولم استئصل مرض بطانه الرحم المهاجره يعني هو بطانه الرحم المهاجره مرض سيستميك مش مش كيس دموي على مرض مزمن بالظبط يعني انا لو شلت الكيس فانا شلت عرض من اعراض المرض ما شلتش المرض فهيرجع الكيس ده تاني وممكن يحصل التصاقات اكتر وابقى انا اثرت على خصوبه السيده دي بالسلب وانا في الاساس داخل اعمل لها العمليه دي عشان اساعدها انها تحمل فمش كل كيس هي يزال في اكياس هنضطر ان احنا ندخل نشيلها لان الاكياس دي لن تزول ولن تختفي الا بالاجراء الجراحي واحيانا هنشيل الكيس لان احنا شاكين في طبيعه الكيس ده هل الكيس ده ورم حميد هل الكيس ده ورم خبيث وهيتشال وهيتحلل و ولكن ليس كل كيس هو له علاقه بان احنا لازم ندخل اوضه العمليات هي هنا سؤالها بتقول متجوزه بقى لها 10 سنين وعندها كيس تشيل الكيس ولا ما تشيرج. نوع الكيس ده ايه ده اللي هيحدد يحتاج يتشال او لا 90% من الاكياس ملهاش علاقه بالخصوبه يعني شيل الكيس مش هيزود من فرصه الحمل بل انه في قشري قالوا انه شيل الكيس قد يؤثر على مخزون بالسلب بالسلب اه بالسلب عليه لان بالسلب. لأنه لازم مهما كان مهاره الجراح اللي هيفتح بطن السيده او اللي هيدخل بمنظار البطن لازم هيشيل جزء من المبيض السؤال القادم عن الحقل المجهري وتكراره عملت حقن مجهري من سنة فشل هذا الحقن المجهري يعني ما بيحدث حمل فبتسأل على فرصة التكرار إمتى إيه السبب اللي علشانه هي بدأت تعمل حقن مجهري مم. لو هي بتعمل حقن مجهري علشان هناك سبب قاطع يمنع يعني الحمل الطبيعي زي ضعف شديد في الحيوانات المنوية أو انسداد في الأنابيب فأنا هضطر إن أنا هكرر الإجراء ده تاني وتالت ورابع لحد ما تكتفي من الأطفال أو تكمل العيلة بتاعتها زي ما بنقولها في الطب لو كان السبب في تأخر الحمل هو سبب غير معلوم فأنا أقدر أستنى ما بين الحقن والحقن لأن أحيانا بتتعظم فرصة الحمل الطبيعي بعد إجراء الحقن المجهري للسيدات اللي بيعانوا من تأخر الحمل غير معلوم السبب يعني إيه؟ يعني السيدة بتعاني من تأخر حمل غير معلوم السبب متجوزة بقى لها سنتين ثلاثة أربعة خمسة ما بتحملش السبب غير معلوم أجرت حقن مجهري حملت منه أو ما حملتش في الشهرين الثلاثة اللي بعده سيدات كتير منهم بيحملوا طبيعي الحقن المجهري قدم لهم ايه؟ احنا مش عارفين. ايه اللي ساعد بعد الحقن ان هي تحمل طبيعي؟ احنا مش عارفين. فالسيدات دول احنا عندنا في دار الطب كتير نقول لهم لا انتظري شهرين او ثلاثه مش عشان تكرار الحقن هيضرك ولا هتبقى فرصته قليله ولكن انت ممكن تحملي طبيعي قبل ما نكرر الاجراء ده ثاني مره ثانيه. تكرار الحقن المجهري او تكرار حقن التنشيط مش بيسبب امراض سيئه ولا بيسبب امراض وحشه للمبيض زي ما السيدات بتظن. مش بيضعف من كفاءة الرحم يعني في سيدات تقول لك أصلا أنا الرحم مجهد قالوا لي الرحم مجهد فأنا مينفعش أكرر مفيش يعني هذا المسمى مش موجود في الطب فتكرار الحان المجهري ممكن نكرره مرة واثنين وثلاثة واربعة ولكن ايه السبب اللي علشان نعمل الحقن المجهري هو ده اللي على اساسه هناخد القرار ضيف العزيز القمه الماليه القدير والاسم اللامع في عالم الاخصاب المساعد الاستاذ الدكتور محمد فوزي مجاهد استشاري حقن مجهري واطفال الاربيب بمركز دار الطب العريقه واستشاري حقن مجهري بمستشفى اللي في واحدة في دار الطب كان ضيفا كالعاده مبدعا في حوار مثير متنوع حول تاخر الانجاب ومشاكل النساء المصاحبه لتاخر الانجاب في العاده خليكم دايما مع الدكتور